لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد فقراتنا، وصلنا دلوقتي لفقرة هنحلل فيها كل الأحداث اللي حصلت في 2011 ونتكلم عنها مع بعض، وكمان عن مليونية جمعة وهي آخر جمعة في 2011. خلاص يعني نقدر نقول ساعات، نقدر نقول ساعات وتنتهي 2011 بكل اللي حصل فيها من أحداث سياسية حصلت في مصر من أول 25 يناير لحد النهاردة آخر السنة تماما. حصلت طبعا أحداث كتيرة غيرت كل حاجة على الساحة المصرية والعربية أيضا. بدأنا عام جديد، بنتمنى إن شاء الله إن السنة دي تكون وشها حلو علينا. يعني السنة اللي فاتت كانت فردي، السنة دي زوجي، ربنا يعني يخلي، بنحاول بس نمسك بأي خيط فيه أمل وخلاص، بس إن شاء الله سنة تكون كلها علينا كلها أمل وتفاؤل وعمل وشغل وجدية في التعامل مع بعض واحترام لكل الناس. معانا النهارده عشان نتكلم عن تفاصيل الموضوع ده مشاهدينا في نهارك سعيد، ضفنا الاستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي اهلا حضرتك؟ بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ان شاء الله. لسه كنت بتمنى مع المشاهدين وبرضه معاك ان شاء الله السنه الجديده يكون فيها احداث مغايره تماما لكل الاحداث اللي حصلت في 2011، تكون كلها لصالح مصر ومصلحه كل المصريين. ان شاء الله يا ريت، احنا نتمنى كلنا ان شاء الله ان الفتره اللي فاتت دي كلها تعدي ونبتدي بقى مرحلة جديدة إن شاء الله. عايزة تحليلك، وبما أن أنت طبعا يعني واقف أمام الألم أو قاعد قدام الألم وبتكتب كل الأحداث اللي بتحصل في مصر، تحليلك لكل الأحداث اللي حصلت في مصر من أول 2000، من أول السنة يعني، في مصر وفي العالم العربي من أحداث حصلت، ممكن إيه المشهد اللي استوقفك أو اللي ممكن تقف عنده دلوقتي وتحكي لي عنه أو تحلله؟ المشهد اللي انا شايفه في منطقه الشرق الاوسط كلها او المنطقه العربيه كلها ان المنطقه ابتدت تتغير كلها. يعني الخريطه الفكريه والخريطه بتاعت المنطقه كلها ابتدت تتغير، ابتداء من تونس، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن. المنطقه كلها بشكل كبير بتتغير، ابتدت تظهر الحركات الثوريه في منطقه الشرق الاوسط او في المنطقه العربيه، غيرت من الفكر. ده طبعا نتيجة الطفرة العلمية المهولة والطفرة الإلكترونية المهولة الموجودة على الإنترنت والفيسبوك، غيرت بشكل كبير جدا من فكر كافة الثوار اللي موجودين في منطقة الشرق الأوسط كلها. أنا شايف إن المنطقة برضو ظهور بعد الثورات اللي حصلت في المنطقة، ظهور تيار إسلامي. التيار الإسلامي سيطر تقريبا بنسبة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط. لو شفنا في تونس موجود التيار الاسلامي قدر يكسب الانتخابات، في المغرب ايضا رغم ان ما فيش ثوره لكن في الاصلاحات اللي عملها ملك المغرب اظهرت برضو التيار الاسلامي، في مصر هنا التيار الاسلامي. تصور ان في سوريا في برضو ممكن يظهر تيار اسلامي موجود، في اليمن برضو تيار اسلامي. يعني المنطقه كلها التيار الاسلامي اصبح هو المسيطر، على مش المسيطر يعني هو مستحوذ يعني الاكبر نقاط يعني بالظبط في كل المنطقه العربيه. اتصور ان الثورات اللي حصلت في منطقه الشرق الاوسط جعلت منطقه الشرق الاوسط يعني هي اخذت بؤره الاهتمام بتاعه العالم كله. اصبح هناك بعض الدول تحاول جاهده انها يكون ليها دور اكبر في منطقه الشرق الاوسط. هو الخوف بس في المنطقة من حاجة مهمة جدا، في أصلا سنة 2004 وما قبلها كان في مشروع أقره حلف الناتو من قبل، اللي هي مجموعة 8، اللي هو مشروع الشرق الأوسط الموسع، اللي هو تدخل أن يبقى إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط وإعادة سيطرة الدول العظمى على منطقة الشرق الأوسط وعلى ثروات منطقة الشرق الأوسط. وطبعا في سنة 2004 حلف الناتو أقر هذا، اللي هي كانت قمة اسطنبول، دي كانت أهم قمة لحلف الناتو اللي هي كانت في اسطنبول سنة 2004، اللي أقرت فيه مشروع أيضا الشرق الأوسط الموسع، وإن دول الحلف أو حلف الناتو هيكون ليه دور كبير جدا في المنطقة في الفترة الحالية اللي هو دور الأمن. فإحنا لو شهدنا في سنة 2011 هنلاقي إن في تطورات كتيرة حصلت في المنطقة. كان من أهداف مشروع الشرق الأوسط الموسع ده إعادة تقسيم بعض دول منطقة الشرق الأوسط. نعم.
وان يكون في دور كبير جدا للدول الغربيه في المنطقه. فاذا وجدنا لو نظرنا الى السودان هنلاقي ان السودان تم تقسيمها، تم تقسيمها فعلا، هنلاقي ان حلف الناتو تدخل بقوه في ليبيا وقدر ان هو يزيح معمر القذافي، هنجد ان هناك دعم قوي جدا لبعض منظمات او بعض الجهات داخل بعض الدول من اجل وضع الفكر الغربي في منطقه الشرق الاوسط او في بعض الدول اللي هي الثورات الجديده زي مصر زي تونس عن طريق المعونات اللي بتخش. هنجد ان احنا دلوقتي في منطقه، يعني هو برضو من مشروع الشرق الاوسط ان يكون ان الدول الغربيه تسيطر اقتصاديا على دول المنطقه بحيث ان هي تستغل اكبر قدر من الثروات اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط، وده عن طريق الشركات متعدده الجنسيات، انها هتخش الشركات المتعدده الجنسيات دي اللي هي طبعا تنتمي الى الدول الكبرى. واحنا لو نظرنا هنلاقي ان الشركات متعدده الجنسيات هي من القوى الفاعله الجديده في العالم كله على مستوى العالم. تمام. ان هي بتخش بتستحوذ على الثروات اللي موجوده في هذه الدول. اتصور ان هم ممكن في الفتره الحاليه ان اغلب اقتصاديات دول منطقه الشرق الاوسط ابتدت تنهار بسبب حاله الثورات اللي هي فيها بالتاكيد، يعني اي ثوره لازم يجي في وقت ما بعدها أكيد طبعًا. اي قصور يعني طبعا بيبقى في قصور طبعًا. لكن احنا مش عايزين ندي الفرصه لاي مخطط خارجي ان هو يخش في ده يرجع لوعينا بقى او لوعي الشعب اللي بيواجه المأجورين او اللي بيواجه اي فكر جاي من بره عايز يدمر البلد. بالظبط يا فندم. السنه دي كان فيها احداث مؤسفه كتير للاسف. طبعا. ابتدت بكنيسه القديسين بالظبط، امبابا، ماسبيرو، شارع محمد محمود، مجلس الوزراء. ايه اسباب كل اللي بيحصل ده؟ هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو يعني هو طبعا يعني سؤالي معمم جدا بس خليني اسالك انه من وقت للتاني بيحصل اخطاء كتيره جدا، ايه السبب في حدوث الاخطاء دي؟ هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه من البدايه، احنا من يعني كنيسه القديسين دي يعني دي كانت في النظام السابق النظام القديم، وده اتقال ان مثلا امن الدوله بيعمل كده هو عشان يلفت الانتباه عن حاجات تانية كتير قوي او عن انتخابات مجلس الشعب اللي كانت مزوره، فدي نفصل الكنيسه دي عن ما حدث بعد ذلك. ما حدث بعد 25 يناير هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو اختلاف كبير جدا في وجهات النظر بين اطراف كتيره. ابتدت بعد ابتداء من الاستفتاء بتاع الاستفتاء على الدستور، هل الدستور الاول او الانتخابات الاول، حصل انشقاق داخل الدوله. يعني رغم ان كان في استفتاء وفي اغلبيه قالت وفي ايا كان بقى الاغلبيه قالت الصح او الغلط، لكن هو في اغلبيه ابتدى حالة الانشقاق داخل الدولة. استغل انا في تصوري ان هناك بعض الاشخاص استغلت حالة الانشقاق دي داخل الدولة، ابتدت بس انا شايفة انه تم احترامها وتجاوزت الازمة. هي تجاوزت الازمة، هي في وقتها تجاوزت الازمة، لكن حصل حالة انشقاق. يعني حصل ان هناك عدد من المظاهرات، حدث عدد من الاعتراضات بعد كده على حاجات تانية في الدستور تانية. استغل هذا الكلام مجموعة من الناس ابتدوا يدخلوا فيها أطراف أخرى اللي هم زي ما احنا بنشوف أطفال الشوارع، زي ما بنشوف مجموعة من البلطجية بتخش، ابتدت من أيام السفارة الإسرائيلية أول مرة، وبعديها أحداث محمد محمود، ومن بعديها أحداث مجلس الوزراء، وحصل ولهذا السبب كل أزمة أو كل اعتصام بنجد بعديه حالة من الصراع داخل الدولة. ده بسبب ان بيخش في وسطيهم مجموعة من البلطجية او مجموعة من الاطفال الشوارع اللي هم بيبقوا مأجورين لإثارة الأزمة او إثارة البلبلة داخل الدولة. تمام، فضل. لكن انا شايف ان الثوار يجب ان يكونوا يعني مع كل مظاهرة مع كل اعتصام يجب ان ينظفوا، يعني يبعدوا او يخرجوا البلطجية عنهم ويبعدوا البلطجية عنهم تماما. تماما، ده لازم. وكمان عايز اتكلم عن اهم السلبيات اللي حصلت السنه دي. كانت من اهم السلبيات دي هو غياب الامن والشرطه.
حصل بعده كوارث يعني ملهاش حدود. لحد النهارده احنا بنعاني من الغياب بالظبط الامني، بالظبط وبنريد وبننادي وبنندد باعاده هيكله الشرطه مره اخرى، وده اللي بننادي بيه للسنه الجديده. يعني راي حضرتك ايه او تعليقك ايه على هو انا القصه دي هو اللي حصلت طبعا السنه دي في 2011؟ من بعد احداث 25 يناير، ومن بعد يوم 28 يناير بالظبط اللي هو انهيار جهاز الشرطه تماما. بالكامل. هو كان يعني جهاز عباره عن جهاز كرتوني او ورق، يعني ان هو في خلال ساعتين بس انهار تماما يعني. طبعا طول السنين اللي فاتت دي الواحد قاعد واقف احنا قدامهم قاعدين يعني متخيلين بيعمل ان هم تعظيم سلام، مش مصدق حاجه انه ده حصل عمالقه في ساعتين يعني. في ساعتين بالظبط، اللي هي من الساعه 4 لغايه الساعه 6، يعني هم الساعتين دول اللي حصل الانهيار الامني تماما في مصر. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان طبعا مع الانهيار الامني ده تماما، هو الخوف عارف حضرتك ايه بدون قطع كلامك؟ انه ده يدي الجرأة لاي حد بعد كده في اي وقت ان هو ممكن يقول انا هعمل ما هو دي فوضى، انا هخش على واخلص فده لازم يعني اعاده هيكله الشرطه مره اخرى، مش بالسهل يعني. هو خلي بال حضرتك انت بتبني جهاز من اول وجديد، يعني هو ما يحدث في الفتره الحاليه هو بناء جهاز الشرطه من اول وجديد. انت خلي بال حضرتك ان اقسام كتيره قوي حوالي 100 قسم اتحرق تماما، اسلحه كتير جدا اتسرقت من اقسام الشرطه، عربيات حوالي 4000 عربيه تقريبا او اكتر من كده جميعها اتحرقت. فانت بتعيدي تسليح وبناء جهاز الشرطه من اول وجديد، بجانب النقطه الثانيه انك بتعيدي فكر، يعني بتحاولي تغيري فكر ضابط الشرطه او فكر الامين الشرطه ان هو يتعامل مع الجمهور. دي حاجه، دي نقطه مهمه جدا. فتصور ان دي هتاخد وقت، يعني هي خدت وقت ولسه هتاخد وقت برضو كتير، يعني هي مراحل. كان قبل كده الفترة اللي قبل كده كان أو خلال السنة اللي فاتت كان هناك تواجد أمني في الشارع، لكن تواجد أمني سلبي، يعني احنا بنلاقي ضباط، نلاقي مثلا أمين شرطة واقف بس ما بيعملش أي حاجة، العربيات جاية بالعكس في الشارع بالعكس ما بيعملش أي حاجة. بي بي احنا بنجد ان هم لما يبتدوا يعني يحصل أي اشتباك مع أي حد أو يقبضوا على حد تلاقي ان اهله جم وعملوا مشاكل وضربوا الاسم وولعوا الاسم وبتاع. ما هو يعني الخوف، كل الخوف ان دي تبقى لعبه بعد كده. انا يعني ما هو لازم يعني لازم يحصل فيه ردع للبلطجيه، ردع للحراميه، دي أول ردع حاجة. للمخالف القانون، مخالف القانون، ويجب ان يكون هناك حساب رادع وحكم رادع في وقته. يعني مثلا اي واحد حاول يضرب ضابط بوليس او يقتحم اسم او يجب ان يجاب ويتحكم عليه فورا، دون النظر لاي حاجه تانية او دون النظر لاي. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ديفيد كاميرون في الاحداث بتاعت لندن اللي فاتت قال لك لا احد يسالني عن حقوق الانسان في حاله تعدي على الامن القومي البريطاني. وبالفعل فيجب اي منحرف، اي بلطجي، اي ضال يجب ان يحاسب ويعامل بمنتهى القوه. لهذا السبب انا بقول يعني في اي مظاهره او في اي محاوله اشتباك بين الشرطه او مع افراد الجيش يجب ان الثوار الحقيقيين يبتعدوا عن المشهد تماما، عشان الشرطه او القوات المسلحه تقدر تقبض على المجموعه او تتعامل صح مع المجموعه اللي هي بتحاول تخرب داخل الدوله، زي اللي حرقوا المجمع العلمي، زي اللي خربوا في شارع محمد طبعًا. محمود، زي أكيد يعني وسط البلد دلوقتي بقت كلها متاريس حضرتك. أيوة. كاننا في غزه. يعني انت فاهم ازاي؟ مشهد يوجع القلب قوي. طبعا جدا طبعًا. يعني فاصل خرساني في شوارع مصر كلها، فواصل خرسانيه وفي ناس متحفزه للناس، يعني دي حاجه عمرها ما حصلت. وانا اخشى ان الفكر ده يبقى عند مجموعه ناس، زي ما قدرنا ان احنا نخبط في او نخبط في الشرطه ونكسر الشرطه، ان احنا دلوقتي نخش برضو نشتبك مع القوات المسلحه ونحاول ان احنا زي ما عملنا في الشرطه نعمل مع القوات المسلحه. فده انهيار لاركان الدوله كلها، ودي حاجه ما تنفعش خالص. فيجب ان يكون زي ما بقول لحضرتك ان هناك رادع، ثانيا ان الثوار يبتعدوا تماما عن اي حاجه فيها بلطجيه، يعني في اي اعمال شغب يجب ان يبتعدوا. انا شايف ان الامن يجب ان يعني ابتدت مع وزير الداخليه الجديد، اتصور ان هو في الفتره الحاليه ابتدت مع حكومه الدكتور كمال الجنزوري ان في قوات امن منتشره، قوات الامن فاعله في الشارع. يعني دلوقتي ما اعتقدش انها يعني مش فاعله، لا بالعكس فاعله، وفي لجان امنيه وحملات قويه جدا، وقدروا في الفتره اللي فاتت دي كل يوم بنقرا في الجرايد وبنسمع ان هم تم القبض على مئات من المطلوبين امنيا والهربانين من السجون، وكميه اسلحه كبيره قدرنا نسيطر عليها كمان.
خلينا نقول انه من ايجابيات او من حصاد 2011 الايجابي اللي حصل هو تقديم مبارك واعوانه للعداله. دي كانت حاجه كانت فوق الخيال زي ما بيقولوا يعني. حتى اول ما حصلت الثوره خالص برضو لو نرجع لورا كده هنلاقي انه الموقف نفسه اللي حصل ده فهو هز ناس كتير في الاول لدرجه ان ما بقوش عارفين هو ده صح ولا هو ده غلط. خليني ارجع معاك لورا كده ونتكلم عن الحادثه دي اللي حصلت، انه تقديم الحادثه الايجابيه جدا تقديم مبارك واعوانه للعداله. هو طبعا دي حاجه عمرها ما كانت، يعني دي يعني مصر بتضرب نموذج في الديمقراطيه ونموذج بعد الثوره، ان احنا حصلت ثوره وتم تقديم حسني مبارك واعوانه واولاده وكل رموزه لمحاكمه عادله. طبعا ما فيش اي دوله حصل فيها هذا الكلام، يعني انت حتى لو في الدول اللي حوالينا، يعني مثلا تونس هرب بره، معمر القذافي تم قتله هو واولاده، مش فاضل غير سيف الاسلام. في سوريا الحاله غير واضحه وما اعتقدش ان هو ممكن يقدم المحاكمه لو حصل يعني النجاح للثوره. برضو بتاع اللي هو علي عبد الله صالح هيسافر هيقعد في السعوديه، فده نموذج يحتذى به. كل ده بفضل ثوره 25 يناير، وكان النسيج الواحد والوحده اللي كانت بينهم هي كانت وراء هذا الموقف، وده اللي يعني اللي بيخلينا نتعلم بقى من الدروس، انه المرحله الجايه محتاجه نسيج واحد، محتاجه ايد واحده. هو ايضا، هو انا عايز برضه اقول لحضرتك على حاجه، هو ما كانش في دماغ حسني مبارك واعوانه ان هو هيتم القبض عليهم. هو حتى لما سافر راح قاعد في شرم الشيخ هو وعيال هو واولاده، ما تخيلش للحظه ان هو ممكن يتقبض عليه ويتحاكم، الى وكل ده وكانت التحقيقات شغاله، الى ان خرج هو على قناه العربيه وقعد يتكلم وابتدى يهدد في الناس ويتعامل مع الناس على اساس ان هو لازال رئيس جمهوريه وانا هعود بال... كانت لهجه تهديديه تخص جداً رئيس جمهوريه للشعب المصري، وملفات القضيه مفتوحه، طب انت يعني على اي اساس؟ فهو ده اللي سرع في حبسه وتقديمه للمحاكمه هو واولاده. انا شايف ان دي حاجه ايجابيه جدا. وبعدين في بعض او كثير من الرموز النظام السابق اتحكم عليهم في احكام في قضايا كتير، زي احمد عز المغربي، زي نظيف، حبيب العدلي، كل دول اتحكم عليهم ولسه في كمان. لكن احنا المشكله عندنا، يعني الناس متخيله ان احنا لازم فورا يتحاكم وفورا ياخدوا اعدام وياخدوا، ما هو في قضاء، والقضاء المصري قضاء محترم كلنا عارفين، بجانب ان احنا ما عندناش يعني ماده في القانون تجرم او تنص على الفساد السياسي، ان انت تحاكمي حد على الفساد السياسي، دي مش موجوده. القانون ده مش موجود الدستور. فلهذا السبب يعني مصر مشيت بشكل ديمقراطي جدا. كان ممكن يقدم حسني مبارك واعوانه كلهم يتعمل محاكم ثوره ومحاكم عسكريه ويتم الحكم عليهم واعدامهم وضربهم بالرصاص في وسط الشارع. كان مصر اتصور يعني ان هي قدمت نموذج ديمقراطي حقيقي في محاكمه حسني مبارك. وباخر الكلام الديمقراطي ده هو اللي بيها اختم فقرتي النهارده، لانه ده كلام ديمقراطي يستحق امامه ان احنا نقف عنده بصراحه. يعني انا بشكرك جدا استاذ جميل على وجودك معانا النهارده الحقيقه، نورتنا وكل سنه وانت طيب. انت بصحه وسلامه. ميرسي لحضرتك. كان معانا الاستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، كان معانا واتكلمنا كده عن حصاده الاحداث المهمه والايجابيه والسلبيه اللي حصلت في 2011. هنسيبكم مع فاصل واكيد هنرجع مره ثانيه مع فقره اخرى، ونهارك سعيد.